أسبوع 13 من بطولة لبنان للدرجة الثانية، الهومنت من على ملعب برج حمود وأمام جمهوره استقبل الأهلي النبطية. الفريق الجنوبي افتتح التسجيل بالدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها محمد درويش، لكن الهومنت من عادل المباراة بهدف لماماس كهيان نجل اللاعب السابق المعروف ترو كهيان. الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. بالشوط الثاني الدقيقة 50 الأرميني كيفور كوهانيان كان عم يسجل هدف تقدم لأصحاب الأرض يلي قدروا يحافظوا على تقدمهم حتى نهاية المباراة.